جاءت لائحة الإرهاب الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات مقرها في قطر أو تتلقى منها دعما، لتؤكد استمرار انتهاك الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها واستهدافها لأمن الدول الأربعة. وفيما يلي أبرز الأسماء في قائمة الإرهاب القطري. أيضا منظمة قطرية تم وضعها وتصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية من قبل البيان الرباعي المشترك الذي صدر عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كانت تعمل تحت مسمى العمل الخيري وهي تعمل للإرهاب. العمل الخيري والإنساني لم يكن سوى غطاء تلحفت به كيانات إرهابية أظهرت للعالم غير ما تبطن، فبعد أن كانت أهدافها المعلنة الخير ومدي يد العون للمحتاج، تكشف اليوم زرعها لبذور الفتنة أينما حلت وزعزعتها لاستقرار دول المنطقة. مؤسسات قطرية عديدة ثبت دعمها للمنظمات الإرهابية لنشر الفوضى. أبرز هذه المنظمات التي تم وضعها وتصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية من قبل البيان الرباعي المشترك الذي صدر عن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر هي: مركز قطر للعمل التطوعي، ويقوم المركز بتقديم دعم وإشراف حكومي رسمي قطري على حملات جمع الأموال للقاعدة. هذا وأنشأ المركز سعود الثاني شقيق عبد الله الثاني المضاف على قائمة الإرهاب في الإمارات. دوحة أبل وهي شركة خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات قطرية، ويديرها محمد السقطري المضاف على قائمة الإرهاب، وتقدم الشركة المساعدة في حملات جمع الأموال لتنظيم القاعدة، وتقدم وسائل تكنولوجيا للاتصال بالقاعدة في سوريا. قطر الخيرية قدمت مساعدات لتنظيم القاعدة في المكلا اليمنية قبل تحريرها على يد الجيش اليمني وقوات التحالف، واستمرت قطر الخيرية بعملياتها في مناطق القاعدة في حضرموت، وقدمت المؤسسة المؤن لتنظيم القاعدة في سوريا. مؤسسة الشيخ عيد الثاني الخيرية القطرية أو كما تعرف بعيد الخيرية، لدى المؤسسة تاريخ طويل من العمل مع الأفراد والهيئات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتقديم الدعم لهم، وتشرف على هذه المؤسسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية. مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، وهي مؤسسة تستضيف مؤيدين للقاعدة وتسهل عمليات جمعهم للأموال، كما يعمل داعمون للإرهاب على الإشراف على عمليات المؤسسة. مؤسسات وهيئات ظاهرها الخير الكثير وباطنها الشر المغيت أسست لتزيد من معاناة الشعوب وتبقيها في دائرة مفرقة من العنف والإرهاب اللانهائي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله الرشيد مدير تحرير جريدة جلف نيوز في أبو ظبي. دكتور عبد الله، يعني لائحة الإرهاب الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين وتضم شخصيات وكيانات مقرها قطر، ألا يدلل ذلك على حجم التورط القطري في دعم وتغذية التطرف والإزدواجية التي تتعامل بها قطر أيضا مع أشقائها في الخليج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي أهلنا في مملكة البحرين وأتمنى لهم كل الخير والسعادة.
الحقيقة بما أنني أتكلم مع تلفزيون البحرين، فدعوني فقط أن أشير إلى الكيانات التي جاءت في قائمة الإرهاب التي هي تخص البحرين. نعم. منها سرايا العشتر والائتلاف وسرايا المقاومة وما يسمى بحزب الله البحريني وحركات إحرار البحرين وهالتنظيمات هذه. أنا بس أريد أن أسأل النظام القطري، مملكة البحرين عانت طوال السنوات الماضية من دعم قطر للإرهاب في البحرين، يعني شخصيات محكوم عليها بأحكام بموجب أحكام قضائية في البحرين تستضيفها قناة الجزيرة القطرية للإساءة لنظام الحكم في البحرين ولأسرة الأسرة الحاكمة في البحرين تحديدا ومباشرة، بما يضر المصلحة الأمن القومي ليس البحرين فقط، الخليج بشكل عام. يعني أنا أريد أن أسأل النظام القطري، لو أن حدث العكس وجاءت مملكة البحرين أو أي دولة خليجية ثانية بشخصية تهاجم النظام القطري أو الأسرة الحاكمة في قطر، هل كانت قطر ستقبل بهذا الشيء؟ إذا كان الجواب لا، وهو هذا الجواب لا أكيد بالتأكيد، فلماذا تقبل على الآخر ما لا تقبله على نفسك؟ يعني إحنا في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي عندما تأسس هذا المجلس في مبادئ الأخوة والجيرة والصداقة والحسن الجوار والكيان المتوحد، طيب أنت لماذا تخرق هذه المبادئ؟ إذا أنت لا تقبل شيء على نفسك لماذا تقبلها علي وأنا الجار الصديق الأخ اللي معاك في سفينة واحدة وفي مركب واحد؟ عندما تأتي بشخصيات هذا، يعني مملكة البحرين تعاملت بكل حكمة وكل عقلانية مع هذا الأمر لسنوات طويلة. نعم. لم تحتج، لم تقل شيئا، لم تقل كلمة واحدة من الإساءات التي حدثت من قناة الجزيرة واحتواء النظام في قطر على شخصيات لشخصيات كانت تشكل خطرا على الأمن القومي في البحرين. طيب هل ألا يعتبر هذا خرقا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي؟ ألا يعتبر هذا خرق أيضا منظومة الأمن القومي العربي؟ أنت لما تأتي بهذا الشغل، قبل شوي ضيفك أشار إلى أن مع الأسف الشديد أن قطر أصبحت ثاني أكبر دولة تدعم الإرهاب بعد إيران. طيب أليس من المخجل أن تصل دولة عضو في منظومة مجلس التعاون الخليجي أن تصنف أن ثاني أكبر دولة في العالم بعد النظام الإيراني تدعم الإرهاب؟ هذا مخجل. الحقيقة أن إذا انتقلنا إلى الدول الأخرى التي تضررت، نحن في دولة الإمارات، طيب شخصية مثل يوسف القرضاوي، أوكي أنت تبغى تستضيف هذه الشخصية استضيفهم يا أخي مثل ما تبغي، لكن لا تسمح لهم أن يأتون عبر قنوات فضائية وعبر وسائل الإعلام بالإساءة لدولة الإمارات وبالإساءة لشخصيات ورموز قيادية في دولة الإمارات وبالإساءة لسياسة دولة الإمارات. هذا خرق لمنظومة العلاقة التي تجمعنا نحن كدول وكيانات دول مجلس التعاون. يعني هذا ضرب للأمن القومي. أنت نعم. إذا ضربت الأمن القومي الخليجي، شو بقى احنا في منظومة مجلس التعاون؟ ماذا بقي؟ يعني أن لكي نحافظ عليه كان لابد أن يتم الحسم والحزم مع هذا الموضوع، لأن طفح الكيل مثل ما قالوا، وفعلا طفح الكيل مع دول كثيرة تضررت. يمكن أكثر دولتين تضررت هم دولة الإمارات ومملكة البحرين، ودول أخرى أيضا تضررت من هذا السلوك. هذا سلوك طفولي في السياسة، سلوك لا يقبله لا العقل ولا المنطق ولا تقبله أي مبادئ سياسية. مع الأسف الشديد يعني 79 شخصية وسوري 59 شخصية و12 كيان تدعم الإرهاب تحتويها دولة قطر. ماذا بقي أيضا أن نتكلم فيه؟ ماذا بقي؟ لم يبقى شيء. خلاص وصل الأمر إلى مرحلة أن لابد من الحزم. العضو الذي يشكل خطر عليك لابد من فترة أو علاجة، والعلاج لا يأتي إلا بالحزم والحسم. اليوم حتى تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول كثيرة من العالم التي ليس لها مصلحة أن تقول هذا الكلام قالت وأشارت وبالتحديد إلى أن قطر عليها أن تراجع نفسها وتراجع سياستها في مسألة الدعم الإرهاب. يبدو أن النظام الحكومة القطرية لا تستطيع أن تفرق بين ما هو إرهاب وما هو غير إرهاب.
يجب إذا كانت هذه مراهقة سياسية وأنت لا تستطيع أن تفرق فيجب أن تسمع للآخرين، تستمع للآخرين لمن هم أفهم منك وأقدر منك وأخبر منك في تصنيف الإرهاب. يا أخي استمع لهم، يجب أن تفهم تحديدا ما هو الخط الأحمر الذي يجب أن لا تتعداه أنت كدولة. يعني كل دول العالم تصنف جماعات إرهابية، أنت تريد أن هذه جماعات إرهابية، أنت كدولة تأتي يعني بطريقة شاذة وتعمل قنوات اتصال مع هذه الجماعات، جماعات صنفتها الأمم المتحدة أنها جماعات إرهابية، الحوثي وحزب الله البحريني وما يسمى مش عارفين تنظيمات القاعدة وداعش ومش عارفين تسرب الأموال، وأنت تعرف أن هذه الأموال التي تسربها تذهب إلى جماعات يعني مش بس تمارس الإرهاب، هذه الجماعات تدعو إلى إسقاط أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون اللي أنت عضو منها. نعم. يعني هذا شيء مضحك، إن أنت تتهاون في أمنك أنت. يعني إذا أنت تهاون في أمن مملكة البحرين، طيب مملكة البحرين جارة وجارة لك، بكرة سيأتي من يتهاون في أمنك أنت في دولة قطر وفي الإمارات، ماذا بقي من منظومة مجلس التعاون لو حصل اختراق؟ وهذه دولة موجودة جنبك إيران فاتحة أفواهها ومنتظرة مكشر عن أنيابها ومنتظرة أي منفذ للاختراق لضرب منظومة مجلس التعاون في عقر دارها. نعم أستاذ عبد الله رشيد مدير. نعم أستاذ عبد الله شكرا، اكتملت الفكرة. أستاذ عبد الله رشيد مدير تحرير جريدة غلف نيوز في أبوظبي، شكرا جزيلا لك.